الله يا ابو، يا ابو فرحان، مضبوطه كورونا هذي. والله انا ودي انها تبطي، لو انها كذب في الاعلام ودي انها تبطي، ودي انها تبطي. يا ولد الحين قرت في البيت، الحريم قرن في البيوت، الرجال قروا، حتى الرجال بعض الرجال عقله مخفه، غير يحوم بالسياره، غير يدق عليك تعال لنا. الحمد لله لا عاد نكوي ثياب، لا عاد بس البس اي لبس حق رياضه في البيت، خلاص اي لبس في البيت بس البسه، وصلاة في البيت الحمد لله. كورونا ذي كويسة، والحريم ما عاد فيه اسواق، ما عاد فيه مطاعم، ما عاد فيه... اقعدي الحين انت تقول يلا خلينا ناخذ لفة بالسيارة، لا 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 خلها، اقول بروح بقالة اجيب خبز يا بنت الحلال، لا لا انا عجن، انا عجن، انا اسوي، انا اسوي. هذا العمال فيه كورونا كويس، والجيب عامر، والله ما لي حد فيها الصرافة. قبل اسبوعين اللي كم صرفت ال 1000 ريال فالقاعدة في المحفظة الحمد لله. ايوه ايوه هذا الكويس والله. والناس تبي كورونا تروح، لا لا تروح، خلها تقعد، اللي يموتون اثنين ولا ثلاثة بس، الباقي كله طيب الحمد لله. اللي يموتون من الحوادث اكثر من كورونا، الناس انخلعت كلها. المملكة الحين لها في شهر الظاهر ما ماتوا فيها، الظاهر ما تعدوا 20، حنا يوم يوم ندفن من الحوادث. لا لا كورونا كويسة دي، خلى العالم يتهجد. طبخ في البيت، حلاقه في البيت، كوي في البيت، غسل في البيت، كل شيء في البيت. يا سلام، حتى ورعي يجي يقول لك يا بابا ذكر لي من الطفش. يا بابا انا لا. ممتازه الكورونا ذي ما مثلها. ما عاد في خويتي تبغى تجيني، ابغى حاله، ابغى ما ادري وشنو. راح راح الكلام ذا. في مطعم فك، في مطعم ما ادري وين. انتهت انت خلاص. الحين تقول يلا وديك مطعم قومي. لا والله ترص نفسها على فراش ما تقوم ما تقوم، وتسوي يا زين بضحك بضحك، تسوي الخبز بناسه، تقول لك ايوه اقعد عندي حتى انت هجت. بسم الله الله اكبر، البنزين قاعد، حتى بناشر قفلت الحمد لله. ما في الحين حتى تخرب سيارته ما حد يصلحها، ما تمشي على السياره ذي الا للضروره، وسيله مواصلات، ما هي وسيله هملة يا الهامل. 24 فر 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 في المحلات، ايش ذا؟ كورونا ذي كويسة، حتى الصراف ما تشوف احد واقف عنده.